تزوج من نصف أقطار العالم وأنجب 93 من الأبناء، وله منزل في كل إمارات الدولة عدا الفجيرة. الزميل محمد مال الله الهنيامي زار المواطن الإماراتي داد في منزله ليأتي لنا بالقصة الكاملة لهذه الأسرة المتفردة لنشاهد. خلف جدران هذا المنزل رجل لديه من الأبناء 93، وكما يقول اثنان في الطريق. نعم هذه حقيقة، بطلها أبو فيصل. ولكن قبل أن نتعرف على تفاصيل هذه الحقيقة، صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم على محمد. هي قصة غريبة وربما عند البعض ضرب من الخيال، ولكن عند زيارتنا لداد محمد مراد صاحب 67 عاما تيقنا بأنها حقيقة وواقع يقف بفيصل زعيما لها. أنا عندي الله يسلمك 93 برا و2 في الدرب إن شاء الله. عقب شهرين بيون إن شاء الله. أبوي أنت من متى متزوج؟ من أي سنة أول حرمة لك؟ أنا أول حرمة زوجت الله يسلمك 69. واستمرت المسيرة ليتزوج داد 13 مرة، وكما يقول من نصف دول العالم. والسبب لكثرة الزواج هو زيادة الإنجاب، أما البشارة فكانت حاضرة. فبعد 7 سنوات عجاف داد سيتزوج نهاية هذا الشهر. بزوج إن شاء الله آخر شهر هاي بصير هند إن شاء الله. زوج بجيفور هناك، يعني أكثر من 20 ما تزوجنا من 16 لين 18 بس. نهيان أصغر الأبناء الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، وبعد شهرين سيحل بديلا له في هذا المكان. منذ زواجه كما يقول داد لم يواجه مشاكل مع زوجاته، فعندما لا تريد الزوجة الإنجاب وتريد الانفصال يوفر لها منزلا لتسكن مع أبنائها، ويتم الطلاق بالتراضي الذي يسميه بمصطلحه التقاعد. 2 متقاعد وزوج جديد إن شاء الله. بوفيصل لا يجد في أبناء الجيل الحالي القدرة على التعدد، ويعزي ذلك لنوعية الطعام التي يتناولها هذا الجيل. أنا زمان أمبرغر هاي مو بل زمان شامي بل بوش. خاطرك تكون نفس الوالد؟ نعم، بس ناحية الزواج صعب. ليش مرة. أما ابنه سلطان كلما يأتي لزيارة والده يجد له أخا جديدا لا يعرفه. كل مرة فترة أزوره بيته وأشوف واحد جديد ما أدري عنه. هذا الرجل يعتمد في طعامه على اللحوم الطازجة والخضروات والأسماك والعسل الذي نجد خليته فوق هذا الشجر. بعد سرد قصة داد أقف حائرا أمام قلب هذا الرجل، فكيف يقوم بتوزيع الحب بين أبنائه وزوجاته؟ لم أجد جوابا لهذا السؤال.